قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فاسأل أهل الذكر لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الحافظ وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، فإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها قول القائل يقول ورثت عن أبي مبلغا من المال وكان لا يزكي، فهل تجب على ورثة أبي الزكاة؟ أقول وبالله التوفيق في ذلك وجهان للعلماء، أصوبهما والله أعلم أنه لا تجب الزكاة على ورثة الميت، لأن المال أصبح مال وارث الآن، فلا تجب الزكاة عليهم إلا إذا تفضلوهم وتطوعوا بذلك، أما أن يلزموا بخصم الزكوات الماضية التي لم يخرجها أبوهم فلا مستند على ذلك والله أعلم. يقول أعرف أن أختي مصدر رزقها حرام وتقوم بإعطائي وإعطاء أهلي المال، هل هو حرام إن كان مالا مسروقا فليس بجائز لك أن تأخذه بل لزاما أن ترد المال إلى أصحابه، أما إذا كان كما ذكرت راتبا في عمل كبنك ونحو ذلك فلك أن تقبل عليها هي إثم ذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا بحفظ قرآن تمام؟ نعم، بس حاليا مش عارفه، حاسه بقلق وتوتر، مش قادره اواظب، انا محز مش عارفه ليه. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم من العجز والكسل، وتعوذي بالله من العجز والكسل، واسال الله العون على ما تريدينه من خير. يقول السائل ابي يريدنا ان نسكن ببيت ليس من حقنا، هل نطيعه بعد نصحه؟ لا تطيعه وتسكن قهرا في بيت ليس بملكك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسأل سؤال بس يا شيخنا. تفضل. انا عندي الزوجة كانت في حالة وضع فما صامتش رمضان خالص، فهتردوا ازاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الاخ يقول زوجته كانت في حالة وضع فلم تصم رمضان، فماذا تصنع؟ عليها إذا طهرت من نفاسها أن تعيد صيام الأيام التي أفطرتها والله أعلم. يقول ما الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة؟ الطريقة لذلك أولا يلفت النظر إلى أنك إذا عممت كل جسمك بالماء سواء ألقيت بنفسك في نهر أو بحر أو تحت الدش أو في البانيو، إذا عممت جسمك بالماء ناويا رفع الحدث، ناويا الاغتسال من الجنابة، ارتفع الحدث وتم لك غسلك. ولكن إذا أردت مزيدا من الأجر والثواب وأردت أن تسأل عن السنة في الغسل تلك التي إذا فعلتها تثاب وإذا تركتها فلا إثم عليك، فهي كالآتي: أن تغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، ثم
تأخذ 3 حفنات تصبها على رأسك وتدلك شعر رأسك حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تصب الماء على الشق الأيمن ثم على سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. تلك السنة في الغسل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك تفضل. تفضل. أنا عندي والدتي سنها كبير ومريضة وكده، هي صامت شهر رمضان كله، فهي مش قادرة تصوم 6 بتوع شهر شوال. فهل يعني كان نيتها في الصيام دي ربنا يحسب لها الأجر بتاع 6 أيام ده، لا ولا لا يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فصيام 6 من شوال ليس بواجب، ليس بواجب، إنما هو مستحب، فمن تركته فلا تأثم، وأجر رمضان الذي صامته ثابت بإذن الله. هذا وإن كان من عادة أمك أنها تصوم كل عام 6 من شوال وعجزت هذا العام لكبر سنها، فأبشر بالخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، والله أعلم. يقول: كنت في سوبر ماركت، يعني سوقا متكاملا، وأخذت بضاعة من غير علم صاحب المحل، ولا أتذكر كم أخذت، وصاحب المحل لا يمكنه معرفة ذلك. قل: قرب المسافات تقريبا وزد شيئا ما على الذي تظن أنك أخذته احتياطا لدينك، والله أعلم. يقول: ما حكم التدخين؟ هل هو من الكبائر؟ التدخين حرام ولكنه ليس من الكبائر، والله أعلم. يقول: هناك مريض بالسرطان، نصحوه أن يشرب لبن الإبل وبولها، وهو يقول: لا يمكن أن يكون الدواء من نجاسة. ما الرأي في هذا؟ هل يجوز التداوي ببول الإبل؟ أقول وبالله التوفيق: بول الإبل ليس بنجس، وقد وصف النبي ذلك لقوم من عرينة أتوا المدينة فشكوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها ومن أبوالها. هو أحد الأدلة على طهارة بول ما يؤكل لحمه، والله أعلم. يقول: هل الحك في العضو الذكري بدون شهوة وبحائل ينقض الوضوء؟ ذلك لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم مطالبة الأهل بجزء من راتب ابنتهم المتزوجة رغم أن لديهم مصادر للدخل، وذلك بحجة أنهم أنفقوا عليها في الجامعة رغم أن علي وعلى زوجي التزامات وديون ولدينا أطفال؟ أقول: لا يجب ذلك على ابنتهم، لا يجب على ابنتهم أن تعطيهم شيئا من راتبها، فالراتب لها، إلا أنها يستحب لها إذا كان أهلها معسرين أن تعطي أعطيهم شيئا من باب الوصل، وصل الرحم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. جزاكم الله خيرا. وإياكم. حبيبي بس أنا بسألك بخصوص، أنا يعني جماعة أصحابي مش من القاهرة، من محافظة خارج القاهرة. فحضرتك إحنا ساكنين هم في الشقة تبع الشركة بتاعتهم. فهل يجوز يعني، بس انا ساكن معهم كيف بالنسبه احنا اصحاب يعني من ايام الكليه، فهل يجوز ان اسكن معهم بدون علم الشركه ام لا؟ بالعلم ان الشركه اللي بتدفع الايجار بتاع الشقه. لا عفوا، الشركه تدفع ايجار الشقه. هي تدفع ايجار الشقه للشركه. واخوانك استضافوك، هل يجوز ان اسكن معهم ام لا؟
واخوانك استضافوك ليله او ليلتين او على لا. الاب لا احنا سبق يعني احنا شغالين هنا في القاهره كنا مع بعضينا فاحنا ساكنين مع بعض. انت تستهلك ماء ونور؟ ندفع ماء؟ لا ما ندفع مع بعضنا احنا. بص هي الشقه بس هي اللي بتدفع الايجار، اما الماء والنور واي خدمات اخرى في الشقه احنا بنجمعها من بعضنا كلنا وبنسددها. لا باس بذلك. لا باس بذلك. جزاكم الله خيرا. طيب. يقول انا اقرا القران واحرك فمي وبصوت منخفض ولكنني احيانا لا اسمع صوتي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم نعم. عم الشيخ. نعم. يقول اقرا قرانا واحرك فمي وبصوت منخفض ولكني احيانا لا اسمع صوتي عندما يوجد صوت كثيف في المسجد، هل يجب ان اسمع صوتي حتى اخذ ثواب القران؟ لاذا كنت تقرا وبصوت ولكن يحال بينك وبين السماع تشويش فانت مثاب ان شاء الله. يقول توفي سعيد عن ابن اخت وابنة اخ وابنة اخ، هذا يرجى لطوله وليسأل في الهاتف. السلام عليكم. يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اسأل حضرتك، انا لبست النقاب بقالي شهر ونص وبشتغل مدرسة. طيب. بس لما بدأ العام الدراسي من يومين انا مش عارفة اشتغل في الفصل مع اطفال صغار. انا شغالة مع اطفال صغار. فمش عارفه اشتغل، المدرسه مشتركه طب، فمش عارفه اعمل ايه، اخلعه ولا اداني نفسه وربنا يثبتني. مع اطفال صغار كم اعمارهم؟ الاطفال 6 سنين سنه اولى ابتدائي. يجوز كشف الوجه امام هؤلاء؟ بس باب الفصل على طول اللي داخل واللي طالع، فدي بتسبب لي مشكله وحاسه ان انا تعبان. لا تستطيع اغلاق باب الفصل؟ بقفل الباب بنفتح، يدخل اولياء الامور، يدخل اي حد راجل داخل، فبسرعة اغطي وشي وارجع ارفع. خلاص غطي وشك وربنا يكرمك. اصبر يعني؟ اصبري. طيب شكرا يا شيخ. عفوا. يقول اذا كان زوج يريد طلاق زوجته هل يحق للام ان تأخذ اولاده منه ام ان الحق يعطى للاب فقط؟ اريد ان اعرف. اذا انفصل الزوجان فالابناء من حق أمهم ما لم تتزوج، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. والله أعلم. ماذا يقال لأهل الميت قبل الدفن وبعد الدفن؟ يجوز أن تدعو لهم بالصبر، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ولكن هذا الذكر لم يطرد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذا تنوعت الصياغ الواردة عن السلف، فيمكن أن تقول آجركم الله، رحم الله ميتكم، عظم الله أجركم ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، عندنا في جارة بتصوم وتصلي وتحج كمان، ولكن بتسيء إلى معاملتها في الجنان ومحدش بينصحها، فهل إحنا هنشيل ذنبها يعني؟ تسيء معاملة الجيران؟ انصحوها. محدش نصحها، وهل إحنا نشيل الوزر بتاعها؟ لا لا لا، تزر وازرة وزر أخرى، لكن حقه عليكم النصح. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول أختي كانت تعمل بمحل إحدى زبائنها أخذت بمبلغ ثم ماتت وزوجها لم يسدد على ورثتها السداد، فطالبي الورثة بالدين وهم يخصمونه من التركة قبل التقسيم، والله أعلم. يقول أنا تاجر صاحب ديون، هل يحل لي أن أخفي من الزكاة لي
بأن أقول هناك حالة تستحق حفاظا على ماء وجهي، هل يجوز بعد أخذ الزكاة أن أتاجر بها أم لابد من سداد الدين؟ يجوز لك أن تأخذ زكاة إذا كنت مدينا، فإذا أخذتها وهي لك حق تصرف فيها بالشيء الذي يرفع الله به عنك الضرر، والله أعلم. يقول أعطاني رجل فلسطيني مبلغ 5000 جنيه مصري لكي أشغلهم له في التجارة من عام 2002، وكلما أتى أعطيته الأرباح ولكنه لم يأتي منذ حوالي 6 أعوام ولم يتصل، قد حدثت لي خسارة كبيرة في هذا الوقت، ماذا أفعل؟ حمله نصيبه من الخسارة واحتفظ بالباقي الذي له إلى أن يأتي خبر من أخباره، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضلك عندي 4 أسئلة بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو فيما معناه إن لو حد فينا صلى لمدة 40 يوم في مسجد لم تفوته التكبيرة الإحرام، هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف ضعيف. يعني العمل به طيب واجب ولا غير واجب؟ الحديث ضعيف، إن شئت أن تعمل بالضعيف فضل الأعمال عملت، وإلا فهو ضعيف ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة النوافل، هل الأولوية فيها لكثرة القيام؟ أنا بصلي مثلا قيام ليل، بصلي ركعة بنص صفحة، هل دي تبقى أفضل ولا إن أنا أصلي بصفحة في الركعة؟ الأفضل إيه في الاثنين؟ بالنسبة لسد التلاوة، وأنا بقرأ القرآن في أيام العادية بيدخل علي وقت الكراهة كوقت الغروب أو وقت الضحى مثلا، هل أكمل القراءة أم أتوقف أو أسجد سجدة التلاوة؟ السؤال الرابع بعد إذن حضرتك، لحم الجمال أكلها هل يستوجب بعدها وضوء أم غسل؟ وبارك الله لنا فيك يا رب. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن أنا أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي يا أختي. في أخت في جوزها مسافر بره، فبيتصلوا هما الاثنين، يعني بيتصل بها عن طريق التليفون، ويعني هما اللي بيحاولوا يفضي، خلاص يعني خلاص يحصل علاقه بينهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن النوافل في صلاة الليل، الاخ يسأل عن كونه يصلي من الليل بفضل الله، هل يقرأ نصف صفحة أو يقرأ صفحة أفضل من المصحف؟ أقول بالله التوفيق، إذا كنت تصلي لنفسك فقراءة صفحة أفضل بلا شك، لأن الحرف به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا وعن سجدة التلاوة في أوقات الكراهة، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أو بعد العصر حتى تغرب، أو عند قيام قائم الظهيرة، فالجمهور يمنعون منها، وقلة من أهل العلم رأت جوازها لأنها من ذوات الأسباب عندهم، لكن الأكثرون على المنع وبالله التوفيق. أما لحم الإبل هل يوجب الغسل أم الوضوء؟ الظاهر والله أعلم. أما الغسل فلا، قولا واحدا، لا يوجب أكل لحم الإبل الغسل، لا يوجب الغسل، لكن هل يتوضأ لزاما؟ في ذلك قولان، أحوطهما أنك تتوضأ، والله أعلم. أما التي تمارس عملية، أما التي تتكلم مع زوجها في الخارج على النت ويستفرغ شهوتها وتستفرغ شهوتها، فهذا وإن كان جائزا إذ هو زوجها وهي زوجته، لكن خشية أن يتسرب الكلام إلى من يخترق الاتصالات، فحافظي على نفسك أحوط وأصون، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم يا شيخ، والدتي اثناء الذبيحه في عيد الاضحى بتاخد الدم وتمضمض به اسنانها عشان اسنانها بتوجعها دون استشاره الطبيب، فهل ده حرام يعني ولا؟ هي تتمضمض من الدم؟ تتمضمض من الدم وتبزق الدم؟ لا شيء في ذلك. لا شيء. نعم. دون استشاره الطبيب. لا يلزم. ماشي. يقول والدي توفي منذ شهور،
وأمي تريد مني أن أجمع بعض المشايخ يقرأ له قرآنا يسمى بليلة الختمة، هل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول بالله التوفيق هذا ليس بوارد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. يقول: طلقت زوجتي تطليقة ولا أتذكر كانت للتهديد أم للوقوع، غالب ظني أنها كانت للتهديد، كفر كفارة يمين ولا شيء عليك، والله أعلم. ما كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان؟ كفارة ذلك عتق رقبة، إن عجز صام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، والله أعلم. وزوجته عليها مثل الذي عليه إذا كانت مطاوعة له، وبالله التوفيق. تقول: إنها متزوجة وتتراسل مع شخص بدون مكالمة، فقط رسائل عادية للتسلية، هل هذا حرام أم حلال؟ هذا حرام، أنك متزوجة وهذه فتنة، والله لا يحب الفساد. يقول: أمي ورثت ابنها، أمي ورثت ابنها ولدان وتنازلت بضغط من زوجة أخي وعمي. السؤال غير واضح. يقول: أحفظ القرآن كاملا، ولكن هناك مواقف كثيرة تحدث تجعلني أتحدث بالغيب. تتحدث بالغيب؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا انظر في نفسك، قد تكون مريضا. يقول: تقول السائلة: هل يجوز لي طلب الطلاق لأن زوجي أخذ جميع ما أملك وسجله باسمه؟ يجوز لك ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخنا، ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوى الله لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين. وفي آية تانية في نفس السورة بتقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فهل ذرية سيدنا آدم من نفحة ربنا سبحانه وتعالى على ظهر سيدنا آدم، أم جاءت بالحمز، أم جاءت بالمعاشرة يعني؟ أنت غير متقن للسؤال، لكن دعني أصيغ لك السؤال. نعم شيخ. هناك أولا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أولا آثر فيه أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها ونثرهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا شيء، لما خلق الله آدم مسح ظهره فاستخرج من صلبه كل ذرية هو خالقها، ثم نصرهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيات. وأيضا أما عن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فيا آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، هي حواء، فلما تغشاها لما جامعها وعشرها حملت حملا خفيفا فمرت به، لم تكن مثقلة به، كانت تجري وتذهب وهي حامل في بداية الحمل، فلما أثقلت مر على الجنين زمن
دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا سليما من العيوب لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون. جمهور المفسرين على أن آدم كان لا يولد له ولد فأتاه الشيطان وقال سمي عبد الحارث حتى يعيش ففعل ذلك فكان شركا في الألفاظ. قال فريق من العلم وهي معصية عصى بها آدم ربه في الأرض بعد المعصية التي عصاه بها في السماء لم يكن كفرا إنما كان شركا في الألفاظ. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير. وياكم. لو سمحت بس كنت عايز اعرف هل يجوز ان انا اتكلم بين صلاة الفرض وصلاة السنة ولا لا؟ السؤال تاني لو سمحت الوقت المفروض بين الصلاة وبين الاقامة قد ايه عشان لو عايز اصلي سنة قبلية الحق اصليها في الوقت ده يعني. وارجو من حضرتك ادعاء لوالدتي بالشفاء وجاري بالهداية والثبات. الله يعافيها. وشكرا وجزاك الله كل خير. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالاخت تسأل هل يجوز الكلام بين الفرض والسنة والنفل؟ نعم يجوز الكلام بين الفرض والنفل. نعم يجوز الكلام بين الفرض والنفل. اما سؤالها عن قدر كم بين الاذان والاقامة فليس هناك نص ثابت يبين الزمن بين الاذان والاقامة. اما هذه الفروق التي تأتي في بعض المساجد ومكتوبة بين اذان الفجر والاقامة مثلا نصف ساعة او ثلث ساعة وبين اذان الظهر والاقامة كم دقيقة او نحو ذلك كل ذلك ليس عليه مستند انما هو راجع الى حال المصلين والامام والله اعلم. يقول السائل ما حكم استخدام ادوات وشنط المدرسة ولبس الاطفال التي عليها صور كرتون ذلك جائز مع الكراهة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. انا عندي شلل طهور في الجزء المخ ومركب عسطرة بتاعت بول واخراج بالنسبة للصلاة بالنسبة لي تبقى الصلاة بالنسبة لي صحيحة ولا التبول في العسطرة بيبقى يبوظها. بارك الله فيك وعافاك الله وطهور ان شاء الله وزادك الله حرصا. صلي على ما تيسر لك فانت من اصحاب الاعذار. والله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. فبارك الله فيك. صلي على ما تيسر لك طهور ان شاء الله وعافاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله انا والدي على المعاش راجل سنه كبير يعني فعامل لي توكيل انا اللي بقبض له المعاش وبجيبه له فهو ووالدتي فبيديها جزء بسيط من المعاش هم عايشين لوحديهم يعني بيديها التلت مثلا هو ياخد التلتين ومعاشه ما شاء الله كبير يعني. فانا كذا مره اكلمه على اساس يديها زياده وكده ما بيرافق ما بيرضاش. بياخد التلتين لماذا؟ اهو ليه كده وخلاص يحوشهم. طيب التلت اللي بيعطيله امك يكفي امك او لا؟ لا لا يكفيها لا يكفيها لا يكفيها لان ظروف الحياه حضرتك عارف ظروف الحياه صعبه يعني. طيب السؤال مره انا اكلمه على اساس يزيدها لا فانا احيانا بتيجي زيادات في المعاش ما برضاش اقول له بديها لوالدتي فهل انا كده اقسم؟ لا اذا كانت امك تحتاج أيوة. فجاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير اذني وهو لا يعلم ما يكفيني ولدي؟ قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
نعم الله الله يبارك فيك يا رب. بالنسبه يا عم الشيخ سالت حالتك من شويه بالنسبه لسجد التلاوه في اوقات القراءه، هل اكمل القراءه دون السجده ولا اقطع القراءه لحين انقضاء وقت القراءه؟ عادي عادي، اقرا القراءه بدون السجده لان ليست واجبه، سجده التلاوه ليست واجبه. طب بالنسبه لسؤال اللي هو صلاه القيام بنصف صفحه، المقصود بسؤالي هل الأولوية هنا لكثرة قراءة القرآن أم لكثرة عدد الركعات؟ أيوه ممكن يبقى الوقت يضيق قدام الواحد وأنا عايز أصلي مثلا 10 ركعات فأصليهم بخمس ولا بنص صفحة، ولا أصلي مثلا 6 أو 4 بكل ركعة صفحة واحدة؟ وبارك الله فيك يا رب. وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ يسأل هل كثرة القراءة مع قلة الركعات أفضل؟ أم قلة القراءة مع الزيادة في عدد الركعات أفضل؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كنت تصلي وحدك وتتحمل طول القراءة فطول القراءة أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، ولحديث أي طول القيام، ولحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني طويلة وحسنة، ثم يصلي ثلاثا وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فهذا مستند للقائلين بأن إطالة القراءة أفضل. هذا وإذا كنت تصلي بأقوام أو جسمك لا يتحمل فلا بأس أيضا، وعندنا أحاديث أخرى مرغبة أيضا في صنيعك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة، والله أعلم. فالمسألة مبنية على أحوالك، بارك الله فيك وفي كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الشيخ مصطفى. لله الحمد. جزاك الله خيرا عنا وأنا أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحبتنا فيه وجزاك الله مثله. الله يبارك لك. دلوقتي عندي سؤال بالنسبة للثياب، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ما دون الكعبين فهو في النار، هل هذا الحديث صحيح؟ ما أسفل الكعبين ففي النار. أسفل. طب بالنسبة للبنطلون، يعني أنا بلبس بنطلونات طبعا على بدل وعلى جزم، فمش عارف هل يعني لو وصل لأي مرحلة يبقى كده أنا دخلت في هذا الحديث؟ إذا نزل تحت الكعبين وكان مصحوبا بالخيلاء، بارك الله فيك. يعني لو في خيلاء؟ الجمهور يقيدونه بالخيلاء، لكن إذا لم يكن خيلاء وفقط تعمد إنزاله تحت الكعب دون الخيلاء فتكون معصية، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كما كان ابن مسعود يفعل، كان احيانا يسبل ويقول اني رجل احمش، فتنتفي حينئذ الاثام والذنوب، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ معايا؟ نعم. لو سمحت انا عايز اسألك بس في فتوى حضرتك تفتهني. اتفضلي يا اختي. دلوقتي انا عملت عمرة من حوالي 4 سنين، وبعدين يعني ملتزم، بس يعني الصلاة بفوته شوية واصلي شوية، وبعدين بيجيلي كوابيس بالليل كده. الو. نعم نعم استغفر الله. تمام يا شيخ. سمك. وبعدين دلوقتي انا يعني ربنا مستريني في حاجة، يعني انا مش قادرة ابطلها، يعني هي السجاير، يعني حضرتك ممكن تفتيني اعمل ايه؟ الكلام الاخير ما سمعت. ربنا ابتلاكي. ايه؟ ما سمعت الكلام الاخير. ماشي ماشي ماشي. عموما ايوه، تركك بعض الصلاة كبيرة من اكبر الكبائر، وربنا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، عياذا بالله من ذلك.
فالساهون الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. وقد قال أيضا ربنا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاستغفر الله ولا تترك الصلوات، فإنك بتركها ترتكبين كبيرة من أشد الكبائر، عياذا بالله من ذلك. يقول: ما حكم استخدام، عفوا، هل لمس الزوجة أو تقبيلها بشهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء؟ أختار قول العلماء القائلين بأن ذلك لا ينقض، وأن قوله تعالى: أو لامستم النساء، المراد به الجماع، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين فترة النفاس عند المرأة في الولادة الطبيعية والولادة القيصرية؟ كله واحد، والعبرة بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم ورأت الطهر أو الجفاف اغتسلت وصلت، والله أعلم. ما الحديث الذي يحث على قراءة القرآن في المنزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والله أعلم. يقول: ما حكم رسم تلميذ الابتدائي لذوات الأرواح إذا طلب منه ذلك؟ لا يجوز له رسم ذوات الأرواح إلا إذا كان مجبرا مضطرا، فالله سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت حضرة الشيخ، كنت عايز أسألك سؤال. أنا ليا والدتي توفت وسايبنا يعني حتة أرض هنبيعها، وليا أخ وأخت متوفيين من قبل أمي ما تتوفى، هل أولادهم ياخدوا الميراث معنا؟ أنت ليك أخ ذكر حي موجود؟ أيوة، ليا أخ حي موجود وأربع بنات. ولاد الأخت الميتة قبل أمها وأولاد الأخ الميت قبل أمي ليس لهم شيء، ليس لهم ورث؟ لا لا، الحكومة فقط التي تعطيهم وصية وجبة، لكن ليس لهم شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. طب حضرتك، أنا رحت دار الإفتاء قالت لي هم ليهم وصية وجبة. لا، دار الإفتاء تفتي بالقانون الحكومي. طب أنا لو ما مشيتش عليه ما بقاش واخدة أقدام؟ يا أخت أنا أجبتك، ليس لهم شيء. طيب، متشكرين جدا يا فضلة الشيخ، انا بقالي حبة كبيرة عمال ادور على حضرتك. الله يوفقنا. يعني لو قلت لاخويا ان هم ليهم وصية وجبة اديهم جزء من الميراث. ليس لهم شيء. ليس لهم شيء. الابناء البنت التي ماتت في حياة امها. والولد الذين لهم اخوة. ايوه. ذكور. ايوه. محجوبون. ايوه، احنا لينا ولد واحد واربع بنات. ليس لهم شيء. أيوة. الأحفاد ليس لهم شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى، أنا متعودة أصوم طول السنة إن شاء الله 3 أيام في الشهر. الله يتقبل. فهل الستة البيض يعتبروا معاهم ولا دول لوحدهم ودول لوحدهم؟ لا، براحتك، الامر راجع اليك. يعني بتصومي ثلاثة ايام من كل شهر، ان شئتي ادخلتيها في الست البيض وان شئتي صمتيها مستقلة. السلام عليكم. تقول امرأة زوجها يعاملها معاملة حسنة، معاملة طيبة، ولكنها تكرهه كرها شديدا لدمامته وتريد أن تطلق، هل تأثم؟ أقول بالله التوفيق: لا تأثم في هذه الحال، لكن ترد إليه صداقه، وذلك لأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها، والله أعلم.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك وبارك فيك. وياك. بقول لحضرتك والله يعني انا ايه ست ايام اللي هم بتوع شوال يعني انا موظف ففاضل لي يوم فصمت يوم السبت اللي فات فبعض الزملاء في المسجد قالوا لي يعني ما ينفعش صيام يوم السبت. لا ينفع. نعم يا فندم. ينفع. ينفع لكن ما فيش قرار بالنسبه ليوم السبت يعني. هو ورد حديث لا تصوموا السبت الا فيما افترض عليكم اي الا في الفرض لكن الائمه يستنكرون هذا الخبر فالامام احمد يقول اصول الشريعه تخالفه لان النبي قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ولان النبي قال لا يصومن احدكم الجمعه الا ويوما قبله ويوم او يوما بعده فاذا صمت يوما بعد الجمعه فهو السبت ويقول النبي ايضا حث النبي على صيام الثلاثه ايام البيض من كل شهر وبالمحافظه عليها ستوافق السبت فكما قال احمد اصول الشريعه تخالفه وقال مالك هذا حديث كذب وقال ابو داود مضطرب وقال النسائي منسوخ والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا سيدنا الشيخ. نعم. أنا جوزي توفى وساب لي ثلاث بنات. سمعني يا سيدنا الشيخ؟ زوجك مات رحمة الله عليه وترك ثلاثة بنات. ماشي. دلوقتي اللي متكلفين بيا إخوات جوزي معاملين لي مبلغ شهري بصرف منه طول الشهر يعني. والسؤال؟ والسؤال يا سيدنا الشيخ انا عندي المكافأة بتاع زوجي في البنك ومعي مبلغ من ميراثي من والدي في البنك فنفسي اعرف عايزة اطلع عليه زكاة بس مش عارفة منين زائد اني انا معايا ذهب تعدى النصاب فبرضو نفسي اطلع عليه زكاة لكن انا ما معيش غير المبلغ الشهري الشهري اللي هو بصرف عليه على بناتي وبعد كده سؤال ثاني يا سيدنا الشيخ بيع جزءا من الذهب واخرج الزكاة على الجميع على المال والذهب على المال والذهب ما دام نعم على المال والذهب يعني ما فيش حل غير كده يا سيدنا الشيخ ما هو كده او اسحبي جزء من المال في البنك وزكي لكن واجبه برضه عليا الزكاة فرض وزكي. فرض فرض عليك طب ماشي يا سيدنا الشيخ هي فلوس المجلس الحسبي عليها زكاة برضه لانك لستي بممكنه منها فاذا قبضتيها يوم تقبضيها اخرجي عنها زكاة سنة واحدة ان شاء الله. ماشي يا سيدنا الشيخ سؤال اخر هي الفوائد بتاعت المجلس الحسبي برضو تعتبر ربا تخلصي منها. نعم. هذه نعتبرها ربا. يعني بتاعت المجلس الحسبي برضو تعتبر ما هو شغالها في البنوك الله يهديه. ماشي يا سيدنا الشيخ. بارك الله فيك. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة اللهم أمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وبالإكثار من ذكره وبالصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وبرد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.